زوار الموقع مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي حديث الأربعاء. موضوع الحلقة ديال اليوم هو التوتر والفتور الذي يطبع اليوم العلاقات المغربية الألمانية على خلفية الإساءة أو الإساءات البليغة التي وجهتها السلطات الألمانية للمصالح المغربية على أكثر من صعيد وفي أكثر من مناسبة. أولا قبل ما نقولوا علاش هذه الإساءة الألمانية وما هي الخلفيات ديالها، لا بد وأن نقول كلمة إنصاف وحق. الموقف المغربي سليم، الموقف المغربي سليم تجاه السلطات الألمانية بغض النظر على الشكل اللي كذلك يكون الموضوع عندنا نقاش وعندنا فيه ملاحظات، ولكن من حيث المحتوى من حيث المضمون من حيث الجوهر أساءت لنا برلين في أكثر من مناسبة، أساءت إساءات بليغة وممنهجة ومقصودة. وقبل ما نناقش يعني الخلفيات الحقيقية ديال هذه الإساءة، لابد من الوقوف عند بعض المحطات البارزة حتى يقتنعوا الناس بأن الموقف المغربي سليم، من حق الرباط أن تنتفض لأن الإساءة تكررت، وخاصة أن السوء النية والقصد يعني ثابت ديال الإساءة. كنا كنذكروا الدور اللي لعب المغرب الحيوي في الأزمة الليبية، وشكل اتفاق ديال الصخيرات واحد الإطار سياسي حاضر لديك الأزمة باعتراف يعني أممي. فهل يعقل، هل يعقل أن برلين تستضيف مؤتمر بخصوص الأزمة الليبية وتستثني طرف أساسي في المنطقة اللي هو المغرب وليلعب لك الدور عن طريق محطة ديال الصخيرات؟ إذن هذه إساءة بليغة جدا. الجزائر تعلم بأن المغرب يريد أن يلعب دور الحيوية في المنطقة، لأن أي دور سياسي أكيد تكون عنده آثار اقتصادية وآثار اجتماعية. من أجل إضعاف الموقف المغربي، يعني هذاك الموقف ديال ألمانيا كان واضح في الإحضار ديال الجزائر. إذن هذه إساءة بليغة، ما يمكنش ألمانيا تنسى وما يمكنش ألمانيا يخفى عليها الدور ديال المغرب، خاصة والدور اللي لعب في اتفاقية ديال الصخيرات. جوج، وهذه كذلك إساءة ما بعدها إساءة. الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت صراحة كقوة عظمى بمغربية الصحراء وبسلطة المغرب على الصحراء ديالو، من دون دول العالم، من دون لا بريطانيا ولا إيطاليا ولا بلجيكا ولا أي دولة في العالم، وحدها ألمانيا كدعو اجتماع طارئ لمجلس الأمن لتدارس هذا الاعتراف، وقالت بأنه يتنافى ويتعارض مع الشرعية الأممية. عقلاء يعني العقلاء ديال السياسة كيفهموا؟ هل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا واليابان وكل دول العالم هل تقل يعني اهتماما بالشأن الدولي، وهل تقل اهتماما بالاهتمام بالتطورات ديال قضية الصحراء وهذا الموقف ديال الأمريكي؟ سؤال، علاش ألمانيا بوحدها كدعو المجلس الأمن؟ ما الذي حركها؟ شنو هو الوازع؟ شنو هو قوة الدفع؟ واش ألمانيا متشبعة بثقافة دولية وكتحترم القانون الدولي والشرعية الدولية أكثر من الدول الأخرى، أم هناك مصلحة خفية وهي اللي غنبينو من بعد؟ إذا إساءة ألمانيا في المحطة ديال الاعتراف الأمريكي كانت واضحة أنها تعادي المصلحة المغربية. طبعا هي ليست يعني معاداة مجانية، ألمانيا كتعرف أش دير، ألمانيا كتعرف أش دير. الإنسان الألماني نقدر نقول هو الإنسان اللي كيتميز ربما عن باقي شعوب العالم بواحد الميزة، عنده واحد الاعتداد بالذات وعنده واحد الحب، يعني خصو يعيش مزيان، إنسان مكافح، إنسان من أخطر خلق الله. وكلنا كنذكروا الشعار التاريخي الشهير ديال هتلر، البقرة الألمانية تحتاج إلى المرعى الخصب. البقرة الألمانية، هذا الشعار ديال هتلر، البقرة الألمانية تحتاج إلى المرعى الخصب. والدليل أن الإنسان الألماني صعيب بزاف وواعر هو أنه يعني من بعد حرب عالمية وشوف كيفاش الخسيرة وهي اليوم تتحول إلى قوة اقتصادية، رابع قوة اقتصادية في العالم. قبل ما نوقف عند هذا الجوانب هذا، لابد من أننا نسترسل في هذه العملية ديال الإساءة للسلطات الألمانية. السلطات الألمانية أساءت للمصالح المغربية كما قلت عن طريق مؤتمر برلين الإساءة ديالو، عن طريق الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشي بخلفية حقوقية أو يعني نابعة من ثقافة تشبع ثقافة القانون الدولي أو الاحترام الشرعية الدولية. بالعكس كانت هناك مصالح وغادي نجي عليها لاحقا. ثلاثة، واللي هي كذلك تتويج وترجمة أكثر
لأن هناك نية مبيتة تجاه المصالح المغربية. ألمانيا وعن طريق المندوب ديالها في الأمم المتحدة غادي يدير خطاب من بعد هذاك الموقف اللي دعوا فيه الأمم المتحدة للاجتماع. المندوب ديال ألمانيا وسط يعني الأمم المتحدة شنو غادي يقول؟ غادي يشرع الاعتداءات ديال الأعضاء البوليزاريو في منطقة الغرغارات، وغيقول بأنه الناس بحال زعما مين فراه برد وكان خصهم يديروا هاد الخطوات من أجل لفت الانتباه إلى واقع الملف. جوج غادي يهضر على ما يسمى انتهاء يعني وقف إطلاق النار اللي وقع المغرب والبوليزاريو سنة 1991. إذن هذه دليل لا غبار عليه كيأكد بأن السلطات الألمانية تعادي المصالح المغربية. إذن برلين مؤتمر الإقصاء، جوج كما قلنا دعوة بالسكن الاستعجالي لاجتماع مجلس الأمن ضد القرار الأمريكي، ثلاثة المملكة المتحدة مراغب وقت قليل غادي هذا الخطاب العدواني تجاه المغرب طبعا، والإساءة الرابعة واللي كيعرفها القاسم الداني كتتعلق ببرلمان واحد الولاية نسيت الاسم ديالها في ألمانيا، وهي أصغر ولاية كتكون من جوج ديال المدن، هي أصغر ولاية فيها جوج ديال المدن، جاو البرلمان ديالهم وكتخضع لواحد الحكم ذاتي. وهذه الولاية وسط ألمانيا لأن كما كيعرف الجميع ألمانيا كتكون من واحد 16 ولاية، هذه الولاية اللي هي الصغيرة فيهم كاع دارت البرلمان ديالها يعني ترفع فيه العلم ديال الجبهة ديال البوليزاريو. فتأكد بالملموس بأن هناك سياسة ممنهجة تجاه عدائية تجاه المصالح المغربية. إذا الموقف المغرب كان سليما في الدفاع عن المصالح، يعني كان هناك تمادي في الإساءة للمصالح المغربية. جوج كبيرة، علاش هذه الإساءة الألمانية؟ واش ألمانيا زعما ما كيفكروش؟ نقدروا نستصغوا ونقولوا ألمانيا تنتشر لشعب كيتقاسم معها اللغة، الجزائر كتهضر باللغة الألمانية، كيتقاسم معها مثلا التاريخ أو الجوار، كيتقاسم معها مثلا الدين شي حزب مسيحية ولا كذا. مين الجزائرية؟ عرب وأمازيغ، حنا المغاربة عرب وأمازيغ، الجزائر مسلمين قسمهم كبير، المغاربة كذلك قسمهم كبير مسلمين، إحنا جيران نفس. إذا سؤال، علاش ألمانيا غتفضل الجزائر على المغرب ودير هاد المناورات ضد مصر؟ هنا خصنا نبحثوا جوج وثلاثة، خصنا نطرحوا سؤال في خدمة هاد النقاش، واش حنا ما فرطناش؟ واش حنا ما درناش ديفو؟ واش حنا ما سئناش تدمير علاقتنا مع ألمانيا؟ لأنه الإنسان الغبي هو اللي كينطلق من واحد السؤال، ملي ما كيحترموش شي واحد الغبي اش كيقول؟ وعلاش هذا ما كيحترمنيش؟ إلا كان السؤال هكا بهذا الغباء، الجواب غيكون غباء، لأنك أنت غبي، علاش ما كيحترمكش فلان؟ ولكن العقلاء اش كيطرحوا السؤال ملي كتكون علاقتهم متوترة مع شي واحد اش كيقول؟ تيقول كيفاش نخلي فلان يحترمني؟ خليه هو ما كيحترمش، ولكن دابا أنا سؤال، شنو الخطة ديالو؟ منين غندوز له هذا؟ خصني نقلب على مصالحه، الحاجة اللي ما كتضروش ما نجبدهاش له، الحاجة اللي كتعجبو نناقشو فيها، نغريه كات إكسل، خصني نكسبو، إلا خسرتو أنا سوقي خاوي، فأنا خصني نكسبو بأي وجه كان. إذن هادو هما العقلاء. كذلك حنا ما كنبخسوش المجهودات ديال الآلة الدبلوماسية ديالنا، بالعكس كاين مجهودات كنقولوها دائما، المغربية الصحراء غير من ملي كان الموقف راه كان مزيان في عدد المحطات، ولكن ملي كاينة ملاحظات عليها وكاين أشياء من جملة هاد الملف هاد الجانب ديال ألمانيا، عندهم الحق يغضبوا، أساءتنا ألمانيا، ولكن كنحاسبهم إلى أي حد مسؤولة الآلة الدبلوماسية فيما آلت إليه الأوضاع في العلاقة مع ألمانيا. هنا كنناقشوا أولا كاين هناك واحد الفهم خاطئ لمكانة وموقع ألمانيا في الخريطة اليوم الدولية، وعبر عليها السي منار سليمي اللي هو يعني واحد كيتعتبر من المقربين بعض الدوائر الرسمية، وكيقولوا بأنه بورت بارول ديال شي جهات رسمية وما كيهمناش. المهم دار واحد التصريح كيقول بأن الخاسر الأكبر هي ألمانيا في التوتر معه، وبأن ألمانيا يعني لاعب صغير في السياسة الدولية وما عنده حتى شي قيمة، وبالتالي هذا الشيء هذا لا يستحق منا نقاش، المغاربة ما تقلقوش. ألمانيا ليست دولة مؤثرة، الخاسر هو ألمانيا ماشي المغرب، لأن ألمانيا ما كتأثرش في القرار العالمي. أولا هذه مقاربة خاطئة ومقاربة ماشي صحيحة سي سليمي، ألمانيا ليست رقما سهلا،
ألمانيا قوة حقيقية. خصنا نعرفوا بأن ألمانيا بعد من حيث التاريخ عف علاقة بنا أخطر وأعظم وأخطر أنواع المستشرقين اللي بحثوا في تراثنا واللي بحثوا في تراثنا كانوا مستشرقين ألمان. أخطر أنواع المستشرقين جوج. الحضارة اليوم اللي كيعيش اللي كتعيش البشرية الفضل فيها طبعا في مساهمات من الإغريق واليديزال عند العرب اللي عند كان، ولكن من اللي دار الحديث راه مال ألمان. معظم الفلاسفة كنقول اللي حطوا الأسس ديال الفكر البرجوازي اللي غير راه ألمانيا. معظم الفلاسفة الواعرين المجهدين العظماء الفلاسفة معظمهم ألمان. راه الفكر ديال اللي غيدير اللي غينقل البشرية يعني الحداثة وكذا راه الفكر ظهر في ألمانيا. غير داك الفكر ما تحولش ميدانيا إلى ثورة سياسية، تحول فيه سياسيا، دارت الثورة في فرنسا 1789 فرنسا، ولكن اللي غيطور البرجوازية اقتصادية الإنجليز. إذا كانت واحد العملية ديال دورة أفكار بانت في الألمان ترجمت سياسيا في فرنسا، ولكن اللي غيطور الآلة الاقتصادية هما الإنجليز طبعا المشاركة ديال الجميع، ولكن كان هاد العناوين الكبرى. إذا ألمانيا ماشي إنسان هي الخاسر الأكبر كما قال سليمي وما كتسوى والو بحاول يبقى خاسر شي دولة خارقة وجزائر لا دولة ألمانيا. جوج اليوم ألمانيا هي رابع قوة اقتصادية في العالم حيث الناتج يعني المحلي ديال الخام، رابع قوة اقتصادية. تصوروا معايا أن ألمانيا خرجت بعد الحرب العالمية الثانية الهزيمة ديال ألمانيا النازية في ظرف وجيز غتولي رابع قوة اقتصادية في العالم. علاش قلت لكم أن الألمان ماشي إنسان عادي، ناس يعني خطأ تيدمروا. إذا رابع قوة اقتصادية في العالم. سي سليمي حكي حاول يلوح بأن ألمان غيجوعوا وغيعاني أزمة اقتصادية هما الخاسر الأكبر هما هما. بالعكس ألمانيا عندها في الصناعة 29% من الناتج ديالها المحلي الصناعة، القوة صناعية ما بعدها صناعة. وكنعرفوا المنتوج ديالها في السيارات من مرسيدس وفولكس فاغن وسكودا وهذا المجر. إذا القوة وفي جميع الصناعة وصيدلي فيما هو يعني أكثر من صعيد. إذا هي قوة اقتصادية. في الجانب التغذية المسائل الزراعية كتنتج الناتج ديالها المحلي 90% كتغطي من الحاجيات ديالها 90% يعني ما هو عنده علاقة بالمأكولات ديالها. ألمانيا هي خامس قوة شرائية، الشعب الألماني خامس قوة شرائية. إذا هاد الأمور خاص ينتبهوا لها الناس يعني لواحد الدرجة اللي هي كبيرة. إذا ألمانيا رقم اقتصادي قوة اقتصادية والدليل عندما فازت يعني ميركل بالانتخابات مستشارة والمستشارة عندهم هي احنا كنقولوا رئيسة الحكومة. عندما فازت ميركل كلنا كنتفكروا العدد ديال دي ايكونوميست. كتعرفوا دي ايكونوميست هذه مجلة اقتصادية من أشهر المجلات اللي صناع القرار في العالم كيعتمدوا عليها كمرجع. ودارت ميركل في ذاك البناية الرسم راه في لايون في الصفحة الأولى دارتها ورموز وتراث أوروبي ورموز أوروبا من برج إيفيل إلى برج سيتا برج إيفيل الفرنسي إلى برج تيسا الإيطالي إلى التور الإسباني كرموز هذو ديال أوروبا إلى يعني بيغ بونغ ديال بريطانيا إلى برج تيسا الإيطالي كلهم بانوا كينحنيوا إلى ميركل. هذاك المشهد بمعنى اعتراف بالمكانة ألمانيا، اعتراف بالمكانة السياسية والاقتصادية. صحيح ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية والهزيمة ديال النازية هم مشت على المستوى السياسي الدولي وقيدت الحريه ديالها، قيدت صحيح. والدليل انها ما عندهاش العضويه ديال الامن، عضويه ديال رغم انها قوه رابعه ولكن ما كتحضرش بانها عضويه دائمه في مجلس الامن الخمسه معروفين الامريكان والصين واليابان وفرنسا وروسيا. المانيا رغم قوتها الاقتصاديه ورغم يعني قوتها على اكثر من صحيح عندها هذه العقده ما عندهاش صحيح وما عندهاش حق ديال الفيتو، هذه ما كتناقش. ولهذا حتى هذا جانب تفسير سلوكاتها السياسيه مثلا غير موقفها من العراق وموقف معاده الحرب على العراق وهنا كتبين انها قوه ماشي سهله. الدليل هو رد فعل ديال واشنطن تجاه موقفها من العراق انها يعني تقلقت يعني انها كعات بزاف. اذا هي قوه صحيح كما قلت تقيد الحريه ديالها ولكنها قوه صاعده سياسيه، قوه اقتصاديه حاضره ولكن سياسيه ماشي سهله. اذا هي رقم صعب. نقطة أخرى واللي هي كذلك في غاية الأهمية، جزائر. علاش هاد العلاقة بينها وبين جزائر؟ ألمانيا ذكية جدا،
ألمانيا كتعرف بأن المغرب عنده علاقات استراتيجية وتاريخية مع فرنسا وإسبانيا. اليوم إسبانيا الشريك الأول وفرنسا كذلك الشريك، ربما هي الثاني. ألمانيا كانت كلاسا الشريك ربما الثامن أو التاسع، لأن حجم الاستثمارات اللي تقريبا شي 120 شركة ألمانية اللي كاينة في المغرب، وفيها عدد كبير من الشركات ما كتشتغلش مزيان، وحتى الأنشطة اللي كتشتغل فيها حدود إما الغذائية إما النسيج إما إما إما. ولكن إذا شفنا في الجزائر كتلقى أكثر ربما من 300 شركة ألمانية كاينة في الجزائر، كتلقى حتى نوع ديال المحروقات مع سوناطراك ديال الشركات ديالها، كتلقاها في مجال الصيدلة، في مجال يعني الميكانيكي، كدير السكودا تما، الفولكسفاجن كاع يعني، في المجال مثلا المناولة كتلقى يعني علاقة قوية. دايرين واحد اللجنة مختلطة دارت في 2010، ميركل دار جوج زيارات للجزائر 2008 اعتقد، في 2018 في المغرب ما عمر ما كانت شي زيارة ديال المغرب، يعني كان شي لقاء مع اعلى مستوى ربما مع الهامش الامم المتحده، شي لقاء غير بروتوكولي ما كانش على. دونك باش تفهم الموقف الالماني، الموقف الالماني معاداته ماشي مجانا ولا حكره كيبقاو فيها البوليزاريو ولا نو، لان ثقل المصالح ديال المانيا الكبيره كيف الجزائر، فالجزائر فالمانيا كتدافع على مصالحها داخل الجزائر. اذا ما يبقاوش يعني البعض يحاول ما امكن يبخص الموقف الالماني بان المانيا ما كتسوالو ورق ضعيف، بالعكس المانيا رقم صعب، رقم اقتصادي. علاش؟ لان المانيا عندها واحد كما قلت قوه خامسه في الاستهلاك، وهي في اوروبا اكبر نسمه، عندها 82 مليون يعني نسمه وشعب عريق. وما ننساوش علاقتنا بالمغرب، حنا كانت قوه، راه علاقتنا مع المانيا في 1500 العلاقة التجارية اللي كانت في أسفي، وكان القنصل الإمبراطور دار القنصل هنا في طنجة، وكانت علاقة تاريخ، وجهزوا لنا الجيش، وكانت علاقات قوية في عهد السلطان محمد الثالث. علاقتنا بألمانيا علاقة تاريخية، ولكن واحد وما نساوش موقف ألمانيا أدانت الاعتداء ديال الاستعمار، الحركة الوطنية في 1900 إلا ما خانتنيش الذاكرة 37. فالمانيا علاقتنا بها راه ماشي راه علاقه قويه، وحتى الموقف ديالها اليوم كبرلين كسلطه مركزيه ما كتعترفش بوجود بوليزاريو كدوله مستقله ابدا، هي تؤمن بالشرعيه الدوليه وكتقول لك عن طريق الامم المتحده، ولكن مواقفها عاوتاني كما قلت كانت في عدائيه. ولكن حنا اللي كنقول اليوم لا يكفي اننا نبكيو ولا اننا ضررنا وسالنا، ولكن واش ما نتحملوش حنا شويه مسؤوليه؟ اذا اي حاجه شرحنا موقفنا لالمانيا خاص ديك النظره اليوم، وهذا هو المطلوب، خاص النظره ديال السلطات المغربيه تتبدل تجاه المانيا، تتبدل تجاه حق المانيا ما عندها سياسه خارجيه ولا تؤثر، بالعكس اليوم المانيا رقم صعب واقتصادي. اش كنربحوا من فرنسا؟ شد لنا الابناك والتجاري كاع الابناك الفرنسيه هنا في المغرب، كاع لي سوبر مارشي من كارفور وانت غادي هنايا فرنسيه، المود فرنسي، التيجي في فرنسا، كلش. وحتى تيجي بيلعب وتر العلاقه بين المغرب وبين المانيا، وترها لانه الاتحاد الاوروبي عنده واحد المنطق ما مشاش بالصيغه اللي المانيا انزعجت منه. اذا كنقول فرنسا اش كتربحوا منها؟ هذه المانيا فرنسا ما اعترفتناش بمغربيه الصحراء، علاش اليوم حنايا مادام هما الاقتصاد محدد؟ راه كما كيقول لينين واحد المقوله شهيره تيقول لك السياسه هي التعبير المكثف عن الاقتصاد. شنو هي السياسه؟ تعريف، لاحظوا هذا التعريف الرائع، فلاديمير إيليتش لينين زعيم ثورة 1917 تيقول لك السياسة كيعرفها هو هي تعبير مكتف على الاقتصاد، والسياسة هي فن تصريف الإيديولوجيا. عندك إيديولوجيا قومية ولا إسلامية ولا شوف اللي بغيتي، ولا وطنية ولا اشتراكية، ولكن كيفاش غتصرفها؟ غتصرفها عن طريق السياسة. إذا السياسة هي فن كنصرفوا فيه إيديولوجيتنا، والسياسة كنعبروا في تعبير مكتف على الاقتصاد. راه السياسة هي واحد ترجمة لواحد المصالح اقتصادية. إذا اليوم خصنا حنا كذلك في السياسة نشوفوا مصالحنا الاقتصادية مع من. هذه ألمانيا قوة اقتصادية، ألمانيا المجتمع ديالك الفرنسي ما يستهلكلكش، ما تيخسرفش لا سياحة لا والو، غير كيدي منا الفرنسي، غير كيديو الموضة ويديو الفلوس يديو الثروات الفنادق اللي بغيتي اهلكونا. وتجي للصحراء ما تقولش أنت مغربي للصحراء، علاش ما نقطعش معاك العلاقه ونمشي عند الالمان ونحيد هذيك الالمان الجزائر؟
ملي كتكون المانيا عندها قوه اقتصاديه وصناعيه تجي هنا تصاوب لي الطوموبيلات، نديروا معاها هنا الصيدله، نديروا معاها المحروقات، الطاقه، نعطيها انا المغرب اسيدي. ولكن هي تعلمنا، الالمان تعلموا ماشي بكيريه وكيستهلكوا. اشنو ربحنا حنا في هذه السته العقود مع الفرنسيين؟ اشنو استفدنا معاهم؟ ما قدروش يقولوا مغربيه الصحراء حتى يجي واشنطن يقولوها، وحنا تاريخيا فرنسا. اذا هذا امر. نقطه اخرى في غايه الاهميه وكترتبط بهذا الموضوع هذا وعنده علاقه بفرنسا. تبي بالله عليكم من كيجي دابا هذا البلاغ، هذه المراسلة ديال الرئيس ديال الوزير الخارجية إلى السيد العثماني، علاش جات اللغة بالفرنسية؟ واش هذه ماشي إساءة بليغة للإنسان المغربي؟ وكنعرفوا اللغة عنصر من عناصر السيادة، الهوية عنصر من عناصر السيادة، العلم، اللغة، العلم واللغة والعملة، هادو عناصر السيادة، الأرض عناصر السيادة، واش الأمم اللي كتفرط في عناصر سيادتها، كيفاش غيحترموها الأمم الأخرى؟ تهضر انت بالفرنسيه، درس اللغه، واش شي مفاهيم تقنيه؟ واش اللغه العربيه قاصره؟ واش العثماني ما كيفهمش العربيه؟ واش بوريطه ما كيفهمش العربيه؟ وتجي الدستور الخامس وكتقول ان اللغه الرسميه الامازيغيه والعربيه، كيفاش الامم غيحترمونا كامه؟ وحنا ما كنحترموش راسنا. كيفاش غيحترمك شي واحد وانت ما كتحترمش راسك؟ راه ملي كتحترم راسك كيحترموك الناس. علاش هذا الاستعمار؟ علاش هذا الضعف؟ علاش هذا الجبن؟ أنا كنسميه الجبن تجاه المستعمر. الجبن ورد لي كيرجع لواحد الكتاب رائع ديال مصطفى الحجازي، عفوا، سيكولوجية الإنسان المقهور. الإنسان ملي كيتمثل بالمستعمر ولا بالقوي بلغته كيدير عدد من الأشكال فكيتماها باش يتنكر لواقعه. كيكون شي واحد مضطهد باش يتنكر لواقع اضطهاده كيحاول يتشبه ويتماها مع داك الشخص اللي مضطهده باش يبان راه بحاله. ملي كيهضر باللغة زعما راه واعرين ولا شنو زعما؟ إدارة. اللغة العربية لغة قوية جدا وكتعكس القوة ديالنا، وهو اللي ما يحترمش اللغة ما يمكنش نطوروا، هذه إساءة. جوج، هل يعقل عباد الله السي رميد بغى يدير استقالة عطيها الفيسبوك ورئيس الدولة باقا ما وصلاتوش؟ اليوم كذلك غادي مراسلة عطيها الفيسبوك العثماني. هاد المراسلة واش حنا فرونسي المغاربة عادي يجي واحد اللي يفسر لنا اش بغاو يقولوا؟ لا راه قطع العلاقة، لا كاينة غتنبيه، لا الكلمة الفرنسية ماشي الترجمة ديالها، لا الترجمة هذه ها هي، ويجيو فيسبوك يبقاو يترجموا لنا مراسلة. واش حنا قاصرين ما قدرناش نجيو قنوات نتواصلوا مع الشعب في القرن 21؟ وعندنا مظاهر ديال القناطير، وعندنا المؤسسات، وعندنا قطار فائق السرعة، وعندنا قنطرة تحت الأرض، ومشينا وفي الاخر كنتواصلوا وكاننا في العصر الحجري، رساله مصيفطه في فيسبوك، ما كاين لا دواء صحفيه لا والو، شرح لينا وجيو الصحابي يطرحوا سؤال ونفهموا واش قطيعه واش ماشي قطيعه، فين هي الحدود، شنو وقع، شنو هو المشكل هذا، يقول لنا لا المشكل راه حكا ما عزاوش، لا الاخر راه ما عرضوش في الاسبوع، لا راه المشكل حكا راه شي شركه جراو عليها، لا حكا راه السلفيه، لا حكا المشكل راه في الصحراء، علاش الدوخه؟ وحنا عندنا في 27 الحق في المعلومه. واش الا تواصلنا مع الشعب واش معناها غادي زعما الشعب عاد يثق في راسو وعايز زعما يولي يطلب الديمقراطيه براسنا؟ خصنا نحسو بان سوق خاوي. هاد المنطق السياسي فوقاش غيسالي وقته؟ فوقاش نحسو براسنا حتى حنا كقوه؟ راه حنا محتاجين لتمكين الجبهه الداخليه، وهنا غنحتم نختم الحلقه ديالي. واش انا سائلي بزاف بعض الفيسبوكيين عباد الله عوض ما يواجهوا السلطات الالمانيه وينتقدوها لانها ساءتنا؟ قاسنا كينتقدوا السلطات المغربيه ولا الموضوع هو البلاغ؟ وعندهم الحق لانهم كيحسوا براسهم مقصيين ومحقورين. كاين الغبن، كتقول لي تصور الدوله المغربيه واخده قرار سليم ولكن شكون اللي غيحصلوا شكون غيوقف معاه؟ وعادي الناس يقدروا، حيت الناس كيحسوا براسهم ما مشاركينش، راه ميلو بلاغ فيسبوك هكا بحال شي عظم يتلهى به. علاش ما يكونش نقاش؟ المغربي يحس براسو شريك، وكتجي للدستور وكنقول للشعب والمجتمع المدني وفصل 175 وفصل 23 والمذكرات الترافعيه والمجتمع المدني، وفي الاخر كنديروا ممارسه وكانه ما كاين لا دوله لا مؤسسات، والمرؤوس كيصيب على الرئيس، ورئيس هو السلطه التنظيميه، والمرؤوس عضو السلطه التنظيميه. كيف الامم غيحترمونا ملي كيشوفونا كنتعداو على الدستور؟ ملي كيشوفوا الامم ان الشعارات ديالنا ماشي هي الممارسات ديالنا السياسيه، كيفاش حنا نبانو كقوه وعندنا كل المقومات وغاديين زوينين في شعوان وفي الاخر بهذه الحوايج؟ اذا كنختم هذه الحلقه باقتضاب شديد. واحد، هذا راي الصحفي، ربما حنا تكون شي حاجه غايبه علينا، يجب اعاده النظر في العلاقات الدوليه. فرنسا اساءت نفس سنسفتنا،
هاد فكرة ألمانيا، ألمانيا قوة نبني بها سيدينا عسوق، ندير بها سوق الشغل، لا بنيت سوق الشغل ودرت الخدمة ودرت كذا ودرت كذا، راه غنواجه الواحد المغرب راه في صحراءه، حتى واحد ما مزعزعو، راه في الصحراء ديالو المغرب ما كاينش مشكل، ولكن المغربي خصو الخدمة، المغربي خصو الطرق، المغربي خصو التعليم. أرانا سيدي ألمانيا قوة وكتعطي، نشترك معاها نجيبها. جوج مش صح الموقف الألماني، مشي عندهم، علاش ما نديروش حنا ميركل تجي عندنا؟ حتى مرة ما جات ولا حنا نمشيو عندها، علاش؟ نمشيو نشرحو، نمشيو لأن ألمانيا كتشوف في هذه المنطقة نفوذ فرنسي هنا، نبدلوا لهاد الرؤية. نمشيو نتعاملوا مع ألمانيا، نتعاملوا معايا، وما كاينش فكرة ديال الحضر دول. الإنسان السياسي الواعر ما كيخسر حتى واحد، الموزمبيق أنا محتاج لها في الموقف. جزر القمر نتعاملوا معاها، من أجل مصلحتنا، ما كاينش هذه مصلحة، هذا رقم صعب. ألمانيا قوة، نصالحوا مع الخوش، حتى فرنسا ما خصوش بدا كاينة، نديو لها بعينيها بطرقنا، ولكن ما يديوش منا. إذا خص إعادة النظر في العلاقات الدولية، هذيك النظرة الألمانية خصها تعاود فيها النظر، ألمانيا قوة اقتصادية وتاريخية مع المغرب، والعلاقات مع المغرب وألمانيا كتمتد كما قلت 1500 في اس في تي، ويرجعوا الناس للتاريخ يقراوا العلاقات القوية والمتينة مع ألمانيا. ألمانيا جوج، خص إعادة تكريم الإنسان المغربي باش تقوم تحترمنا، التكريم باللغة وبالانفتاح وبالتواصل مع المغاربة، كرمونا، حنا مغاربة، مغربين نعاودنا عيطولو في المسيرة الخضراء بشبل حفا. حتى المسيرة مسكين عيالات ونساو وضرب القرطاس يا اسبانيا ويا جيش ويا كذا، المغاربة يعني كيقدروا، المغاربة هاني قال لهم بنيو المسجد، المسجد ديال الحسن الثاني، هاني باع البهايم ديالو، هاني باع البقر، هاني باع كينخارطو مساكن، المغاربة هاني قال لهم كورونا، المغاربة هاني قال لهم اجوا ضد الإساءة ديال بان كيمون هبطوه، المغاربة اللي هو ماشي عاوتاني شركونا في كل شيء، مادا المغاربة كيضحيو يتشركوا كذلك في القرار. واهم حاجه بك هي اللغه، راه اساءه بالغه، راه حقره، ماشي لينا حنا فقط، حقره للمسؤولين المغاربة، اي مسؤول في المغرب يساء اليه. شكون هو هاد الفرنساوي اللي هضر لنا بلغته؟ شكون هو؟ واش لغتي قصيره؟ انا قدم منه في التاريخ، انا نهار اللي كانوا العرب وكانوا في واحد الوقت لا اثر انا ذاك لي فرنسا، ماشي لا اثر فيهم، كانت الحضاره واحد الوقت كانت حضاره قويه جدا، والعرب اللغه العربيه من اللي نفاتحوا على الإغريق وعلى الفلسفة وساهموا فيها الفرس وساهموا والحضارة في الأندلس، كانت حضارة، فما نبقاوش نحضروا بعضياتنا عباد الله، رحنا قوة. ربما كنعيشوا دابا لحظة ديال الجزر وكنعيشوا لحظة ديال الهزيمة، ما كاين بأس، لظروف تاريخية لا يسع المجال لذكرها، ولكن راه ماشي قادرين نعقوا ديما هكا، المسألة مسألة وقت، تقدر تطول قرن، جوج القرون، ثلاثة القرون، ولا بد الإنسان رحنا صعاب، ماشي صعاب فهم السلبي، راه حنا كنبغيو نعيشوا كريم. شوف المغاربة كيفاش مشاردين بالعالم، كيخدموا مساكن في تلقاهم في اليابان، تلقاهم في جزر القمر، تلقاهم تحت الارض فوق الارض، كلنا حنا ماشي عارف، والجزائريين والتوانسه وكذا عندك وصحابكم حنا، لان الاله عفوا الاله الاسرائيليه بعد هزيمه 67 دارت واحد الخطه اسرائيليه مولات الفهمات، حاولت تحسنا بان حنا سوقنا خاوي، لان تيقول لك اصعب سياسه دير مع العدو ديالك ديما حسوا بانه سوق خاوي، ديما حسوا بانه فاشل، ديما حسوا بانه دون مستوى، ديما حسوا انه عاجز، عمره ما ملي كتدخلوا لهاد التناول هاد الوسواس ديما كيبقى ضعيف، لا راه اروع ثروة هي تحس الانسان انه كاين موجود يتيق في راسو. اسرائيل دخلتنا لهاد العملية من بعد هزيمة 67 وحنا العرب وما نتفاهموش، وكتلقى هذه ثقافة وسط حنا المغاربة، العرب اتفقوا على ان لا يتفقوا، العرب صنعوا الصفر وبقاو في الصفر، العرب والله كانت منهم المغاربة، هذه لغة كاملة نظامية زرعوها فينا، بالعكس حنا شعب اصيل حقنا العيش الكريم، ولنا خصنا غير شوية ديال التواصل وغير شوية نحضروا راسنا. كنشكركم الزوار ديال الموقع، والى اللقاء في حلقه اخرى، الى اللقاء.